تتزايد معاناة أهالي قطاع غزة مع تواصل القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر منذ 7 من أكتوبر الماضي، فيما يعاني المواطنون من نقص الغذاء والماء وعدم توافر الوقود والكهرباء. أثر علينا لا مية ولا كهرب، ونوم على البلاط، وأولادنا عيانين، إيش بدك تقولك أكثر من هيك؟ وإحنا عيانين وتعبانين وشقيانين، ومنقول حسبي الله ونعم الوكيل. صار إنه كل الحياة وقفت، المجاري صارت تطفى على الناس، ما فيش وقود، النفايات ملت الدنيا، المخابز وقفت، الحياة كلها يعني انشلت، يعني تقدر تقول فيش من حياة إلا 15% من حياة، إلا ما تلاقي واحد بيعمل عمار رز يسوي على الحطب، يعني بتلاقي واحد مدبر حاله عنده غاز قديم جايب غاز عتيق، يعني الحياه من دون وقود بتسوى شيء. ان شاء الله كارثه انسانيه. كل سبل الحياه انتهت، لا نت ولا اتصالات ولا جوالات ولا رسائل، ولا قادرين نفتح الجوال، ولا كهرب ولا مي حلوه ولا مالح، كل المحتويات هذه مقطوعه علينا من يوم الحرب، يعني هذا 2023 اللي احنا بنعيشها اسوء حياه، لكن ربنا معنا والحمد لله، وربنا ينصرنا.